السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن سود هذا سعبت من قصة جوتن عيد ونكسن إن كل ما أنت يشلي أنت متخانه ولا عيدي إن عيد ونكسن بان لين هاي إنكسته وشاشة ده أنا كسر مقارنة أنا إذا نو داعين هم بلي عيد لكن هذا أيا إن لا هاي عيد ونكسن هذه أنت هسي أنا كسر لابته عيد ما أنت وحن إذا نو ده أما ما أنت أتنك أتقارقتين مقال أي صدوب طي فنانة وين فرحية كبيرة إن تاسي أو دلعين وين أسو جيديسي أسكري كتير سن إيدن كدولة الصومالية وها كبار داسي أي كورن طي إن ويلير أو متغناي كيم بيت سويدن الصومالية إسي هويدي أي ود السعودين إن دباتو هالكاسي لو جستي ولي بعتقد أن اللوج يستهدنا أدار الدرب إترسانيان. إن هنا أنت بدني وحنسوق بنا وحيابها اللي بعتقد كواه برشدة قفك هدي وخلدين هاي وحين ولين هاي هبل وخلدين هاي هدو سحين هاي نه دي قفها سوى سحين هاي وحلاقها للمرة. مركان ساس أن لا هاي. مركان دقي يستي قبضو سيدي وحليس. وحي كور هنطي إنا كاسي إن سويدن كيمت مقدشنا أو إيمت أو مقدشو محوكا صدوني دي وادل كيسي هويو إنو كودا ما شادو كوبا شالو أو أركون نبد جل يدي كجرت فيري إستاقو أو كنول دل إن أمني أه إستاقو أو كنول دل كلا دمبيني كجرت يا وحا إن نفتي ساسي ساي إن أو إمادو مقدشو هل كاسينا ومتغناي كلا قيب صدو أصحابتي سيدتك الصومالية نبت قريدة كجيرتها كايدة لكن سي وحاولا كل مي أرينتي وفيليي متك بدلا أو أخ إن لدلو دواعي لو جيستو هادانا عن وحكا حالي إيسان جيرين هادي قوة داسي فنانا دا إيسان كحالي لهينا ما إيسان دعي لهين نكاسي إن ما أنت عدالة إن كو قوة وحا نوشيكتي أما إيكاشيكي سي إن ويلك ويم وآدي إن حبت الليدو استوى هالكاس كده مع شاذي مركي حبتي وتجينا أسكريان هالكاس يكون كل من أي وده حلين كدمنا أسكري ويجي سدابة ما تغنى أنا جو كلها الليو عاد ما تغنى دقائق كرتها فيري أنا جو كلها الليو سيد دقائق كرتها أنت مركي ويجي كدمنا واحد كل حاجة وحيد إن جس دقائق ويجي واسمه وقرن إنه يصير حشرة كدمنا إن حبض وكلفته. كو حبض ذكرية كموسن ديال مكلا قبته كده من وحيشة إن قرقة بينادي س إن متغناي وكدرة. سيدا هذا بكم مقطع لابد الساس إد العصنت هاي قد مدو إن كليها لقلب بهرب. ما نفهم من معناها سي وحلوله كذي. معناها سي ما نفهم. أسكري جن وها متغناي وها أسكري. إن بلشداسي أو بتباديو إن بلشداسي ما تغناي أو إلاليو لو تلقلي لكن ما أهين أسكري إن إن أو حسوق بلشديسي إن أو حسوق ضدكي ما تغناي ضدكي أهر سيديو تسيي إن دلكي نبتقلي كجرتو إن نباتداسي أو قيستو وليبو أحكسي درم حديبت نباتدي دعالي وأسكري لفتي سيخل ضمي وحال الربي أسكرتي كلا إيه ماشي جوكتي إنن كاسي قعانت إيه كل ديقان كدي من عدارة اللي مرسيو لكن إنتي منا ما إيسان دعين وحال الصور شاقي إن مالك إيه دهيت مالك وحكتي إن وشاقديسي وكوتشري ووسكا شاقي السنية مودو إن قف آن دنبي قرنبو إبا توين بو قيستي أسكري قاسي حدان وحال مودا إن وسان واحد دنبي إيه وسان قرنب ما كان الحساب تنك أسكرت اللفت وذا ما تغناي واحد وأنا أسوي وحكى لو كشيء كذي قبل واح ماشي كوجر تنه إن أسكرت سومالي دي وحي لما دبو إتشعلين إن اللي رادو معها مضنة يوم ما تغنى إن لك كرامي أو قفكي درج الله يلو تلية أرجع صح تلية إن اللي رادو كي يتريني لكن هرت درج ذو أنت بدن سومالي ذا أدم ما تغناي واي وذا تعيش هاي سدة عادية محايا لو قف وحسكت جعليا رقوة داين لانو إن له واس إن له دومتا قناي إن دكتاري مثلا أختر
ilaada engineer iyo wixii lamida in la dhamaatqanay aad bay mudqanay u jecel yihiin kullay ma garanayo meesha ay waxay ka keenayn iyo ma naqaano laakiin dadka Soomaali inta badan way jecel yihiin in la yiraahdo naaneysaasi ee loo raaciyo marka waxa weeye inanka markii arintii sidaasi ay dhacday taliyu lahaa isaga laftiisa taliyu laftiisa markii arintii loo sheegayna wuxuu yiri arintani bal dib inoogu dhiga ilaa iyo inta ma taqanay laga soo ciidayo waa wax ma taqanay ida lafteeda aad ma taqanay dadka ay ula yaabeen ninkii dambiilaha ahaa ee dambiga galay la rabay in la soo qabto in la ciidsiinayo laakiin arinta meesha ku jirta waxay tahay hadiiba marba arintani farxiye kaba yare ay ku jirto soo gashayna waxaan filay in inankaasi uu cadaalad u heli doono maxaa yeelay farxiyo lama gabato hadallada sida wax u jiraanna way sheegtaa lama gabato hadallada siday wax u jiraanna mataqanaya way sheegtaa way cadaysaa qofaan ku naqanay laablaab ma ahayn markaas saas leenahay innaga waxaan u hadlaynaa una doodayna waxa weye waa inankaasi dhiban ee hadda isbitaalka ku jiro ilaahay ha u yasiro dhibaato weyn ayaa ka muuqata loona geystay marka dhibaatada ninkii u geystay in aan ku garab istaagnoon dhahana ninkaasi waa saxna ma ah inanka haddii khaldamay oo khalad ka dhacay oo khalad uu sameeyey ama amar diida sameeyey waa askari ha soo qabto ha xiro isteeshanka ha geeyo maxkamad ha u diro ha maro cadaalad laakiin inaad nafta ka qaada mise mataqanay aad u geysata dhibaato uus qofa ka kici karin wax aad u adag wey askari baad tahay waxaa lagu diray inaad dadka ayaga ah aad ilaaliso nabadgelyadooda haddii uu qofkii khaldamo ama amarka kaa diido dee xabad nool in odaysata maaha soo qabo qofkan isaga eh xir kadib maxkamad la tiigso halkaa waxaa lagu kala baxo laakiin inaad abaal oga dhigto in aad disho dee adiguna kuma fiicno beri waa lagu dili dee dadkana mataqanaa waxaad abuureysaa marka ayagaa dadkii qorba joogta inaysan imaanin dalka oo dalkii la dhaho dal amni ah ma aha maadaama dhan kalena mataqanaa ay haystaan niman kale halkii dowladda joogtayna mataqana iyagana laleeyahay iyadana amni kama jiro dadka mataqana lagu cunayo suurtagal maaha marka inankan waa inuu cadaalad helaa waa inuu cadaalad helaa waa inay laamaha amniga mataqana arintan iyada ay soo farageliyaan waa inay ka hadlaan waa in ninka dilay mataqana shaashadda la keeno sida inankan baada mataqana dhaawacyadiisi iyo kulli shaashadda looga soo muuqdaan dadka soomaaliyeed ee indhergaradka waa inay ka hadlaan arintan iyada eh siyaasiyiinta hadda xilka doonayo waa inay ka hadlaan waay dhib weyn waay dhib yar maaha in askari intu soo baxo qof shacab eh iska dhibaateeyo wax sahlan maaha marka arinta iyada eh yaa mataqanay yaan la dhayalsan ee wax laga qabto daawadayaal waxaa intaas kusoo koobaya barnaamijkan kooban een ku dulmarinay inanka dulman ee dhibaatada loo geystay magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan kan xukumeyno nabadiin.